ماذا احتوت هذه الزيارة من رسائل؟ ما هي المقاربات الحاضرة أيضا بين ملفات بلينكين؟ يعني لا شك أن جعبة بلينكين فيها الكثير من الأوراق. الولايات المتحدة معنية بعدم اتساع رقعة التصعيد في الإقليم، بالذات في ضوء التطورات الأخيرة في العراق، البحر الأحمر، الجبهة اللبنانية مع فلسطين المحتلة. تحاول الولايات المتحدة جاهدة منع الانفجار الكبير والتردي أو الانزلاق إلى أتون حرب إقليمية لا تريدها ولا ترغب بها، وهي غير مستعدة لخوضها. ثم هناك الخلاف الأمريكي الإسرائيلي حول مرحلة ما بعد الحرب في غزة. الإسرائيل الأفكار التي يجري تداولها في إسرائيل تثير القلق، يعني ذاهبة إلى احتلال شبه دائم، خلق قيادة محلية عميلة مرتبطة بها، فصل مستقبل قطاع غزة عن الضفة الغربية، منع السلطة الفلسطينية من الدخول إلى قطاع غزة والعودة إليها، الحديث إلى جانب الحديث عن استئصال حماس وتحرير الرهائن بالقوة الغاشمة. المحور الثالث أيضا يعني صفقة تبادل، مضي في النقاش لإنجاز صفقة التبادل للمحتجزين والأسرى، والتي تقريبا طويت وتعطلت بعد عملية الاغتيال الإسرائيلي للقائد الحمساوي في ضاحية بيروت الجنوبية صالح العاروري. هذه الملفات، لكن المقاربة الأمريكية التي تثير يعني قلق الكثير ممن يلتقيهم بلينكين في المنطقة بمن فيهم أصدقاء الولايات المتحدة، أنها جميع يعني مقارباتها لجميع هذه الملفات تبتعد عن كلمة السر. هناك كلمة سر بسيطة يمكن أن تنجز كل هذا الذي جاء من أجله، وهي الضغط على إسرائيل لوقف هذه المذبحة، لوقف هذا العدوان. الولايات المتحدة تقول كل شيء ولكنها تبتعد عن النطق بالكلمة الجوهرية. نعم أستاذ عريب، وقف هذا العدوان. نعم أستاذ عريب، يعني تابعنا أن يعني هناك مسؤول كبير تحدث عن أن هذه الزيارة هي في الأساس لإيصال رسالة مباشرة كما ذكرنا لإيران لتجنب التصعيد الإقليمي، وهذا أيضا ما يقوم به مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من لبنان أيضا. هل يمكن فعلا الحديث عن تجنب التصعيد الإقليمي بعد اغتيال العروري ورضي موسوي وتفجير كرمان؟ من يصعد يعني الآن؟ من يصعد في الحقيقة؟ يعني الحرب الإسرائيلية على غزة عمرها 95 يوم الآن، ومئة ألف شهيد وجريح ومفقود وغير ذلك. ثم إسرائيل بكل وقاحة اخترقت أمن لبنان وسيادته وضربت في عمق الضاحية الجنوبية وكسرت قواعد الاشتباك المعمول فيها من 2006. اغتالت في سوريا عديد من الشخصيات المحسوبة على إيران أو الإيرانية. الولايات المتحدة بدل رفع الحصار عن غزة ذهبت إلى العسكرة والتجيش وبناء التحالفات في البحر الأحمر. قلنا كلمة السر بيد واشنطن. نعم، إذن لماذا واشنطن ترغب واشنطن بخفض مباشرة التصعيد إلى موضوع وقف النار بغزة؟ نعم واشنطن ترغب بخفض التصعيد، لكن ماذا عن نتنياهو وحكومة نتنياهو؟ ما النقاش الذي سيدور في زيارة بلينكين الخامسة لإسرائيل المرتقبة؟ لا أدري في الحقيقة يعني كيف سيجري يعني بلينكين محادثاته في إسرائيل ومع من. سيسمع إلى آراء عديدة مختلفة متناقضة. إسرائيل منقسمة على نفسها، المستوى السياسي منقسم على ذاته، مجلس الحرب قد ينهار قريبا، جانس قد يخرج من الائتلاف، صراع بين المستوى السياسي والمستوى العسكري، أفكار مختلفة لمستقبل الحرب وأهدافها وعملياتها وغزة ما بعد الحرب. لذلك في الحقيقة يعني نرى ميلا إسرائيليا للتصعيد، نرى محاولة إسرائيلية لتوريط الولايات المتحدة بالتدخل في صراع إقليمي كبير. هذا مغزى عملية اغتيال العروري واغتيالات التي تمت في سوريا وغيرها. لذلك في الحقيقة الولايات المتحدة أمام التحدي، أمام الاختبار، إما أن ترجم هذا الوحش المنفلت من كل عقال في تل أبيب، وإلا فالإقليم لن يرى أمنا ولا استقرارا ولا هدوءا. والأطراف المنخرطة في هذه الصراعات أبلغت واشنطن بدون مجيء بلينكين وقبل مجيء بلينكين، تريدون وقفا للتصعيد في شمال فلسطين وجنوب لبنان، أوقفوا الحرب في غزة، تريدون انكفاء حوثيا في الممرات وباب المندب، ارفعوا الحصار عن غزة. لماذا لا يفكر بلينكين وإدارتي لمرة واحدة
بالضغط على إسرائيل لوقف هذا الجنون. كيف سيضغط برأيك؟ يعني ما هي بطاقات الضغط الأمريكية؟ وحدها واشنطن من يستطيع أن يمارس ضغطا حقيقيا على إسرائيل. نعم. وأن هي أرادت تستطيع في غضون أسبوع واحد أن توقف هذه المذبحة. نعم. كيف ستضغط؟ كل السلاح الذي تقاتل به إسرائيل. نعم. من الولايات المتحدة، جسر جوي 250 طائرة و30 سفينة شحن كوبرا، 14 مليار دولار لإسرائيل مساعدات اقتصادية، تستطيع واشنطن. لكن واشنطن حتى الآن هي ذاتها غير مقتنعة بوقف إطلاق النار، وهي انفردت باستخدام الفيتو في مجلس الأمن حتى بالضد من آراء حلفائها الغربيين. لذلك من يتحمل مسؤولية التصعيد الإقليمي واستمراره وتفاقمه هو واشنطن، التي تتبنى الأجندة الإسرائيلية وتحتضن إسرائيل وتدافع عن خياراتها. نعم. المجنونة والفاشية. نعم. إذا تحدثنا عن طهران، هل فعلا هم أيضا يرغبون بخفض التصعيد أم ماذا تعتقد؟ إن كانت فعلا هذه الزيارة من بلينكين لمحاولات تجنب التصعيد الإقليمي، كيف ترى الموقف الإيراني؟ إيران تريد تصعيدا مضبوطا ضد قواعد، يعني قواعد الاشتباك شئتي يعني. نعم. إيران لا تريد أن تقف صامتة، لا هي ولا أي من حلفائها. كيف يعني تصعيد منتظم؟ لنا. ولكن في المقابل إيران لا تريد الانزلاق إلى مواجهة إقليمية شاملة وإلى حرب مع الولايات المتحدة. نعم. لذلك الخيار المفضل إيرانيا هو التصعيد المحسوب، التصعيد المضبوط، التصعيد من قواعد اشتباك تحتملها مختلف الأطراف. لا، يعني هناك من يقول هذا ليس تصعيدا إن كان ضمن قواعد الاشتباك، يعني هو فوق الصفر وتحت التوريط، يعني بمعنى أن إيران لم تقف صامتة إذا ما يجري في غزة، حلفائها لم يقفوا صامتين. يعني البحر الأحمر الآن تحول إلى بورة دولية ساخنة، جنوب لبنان تحول إلى جبهة مفتوحة بكل ما تعني الكلمة. نعم. ويوم أمس بلغنا ذروة غير مسبوقة في المواجهة وقبلها بأيام كذلك. لذلك هو تصعيد مضبوط ضمن قواعد الاشتباك العامة، ولكنه دون مستوى التورط والتوريط في حرب إقليمية لا تريدها أي من الأطراف، ربما باستثناء تيار إسرائيلي أكثر يمينية وتشددا يريد أن يضرب كذا عصفور بحجر واحد. نعم. أن ينتهي من حماس وحزب الله ووضع في سوريا وإيران وغير ذلك. لكن الولايات المتحدة على ما يبدو. نعم. متنبهة لهذا التوجه. نعم. ولهذا سحبت حاملة الطائرات جيرالد فورد. وتعتقد أن إسرائيل لن تجر الولايات المتحدة وواشنطن لهذا التصعيد؟ هي تسعى لذلك، ولكن لم. نعم. تستطع حتى الآن أن تجرها فعلا إلى مواجهة شاملة. والولايات المتحدة لكن هل تستطيع فعلا؟ هل تستطيع؟ يعني إذا تغلب هذا التيار المتطرف والمجنون في إسرائيل وفتح حربا، لن تقف واشنطن صامتة حيال أي أي وضعية تشعر فيها بتضعضع أو يعني تزعزع المكانة الأمنية والعسكرية لإسرائيل. نعم. إذا ذهبنا إلى سيناريو المواجهة الشاملة في لبنان، أعتقد أن الولايات المتحدة سترجع للتدخل في هذا المجال حتى وأن لم تكن راغبة بهذا المعنى. نعم. لذلك وصلت إسرائيل بيدها. نعم. لكن إسرائيل نفسها منقسمة حول هذا الخيار. نعم. يعني هناك تيار في إسرائيل لا يريد ويدرك أن إسرائيل التي لا تستطيع تحمل يعني أعباء وخسائر الحرب على غزة لن. نعم. تكون قادرة على تحمل أعباء وخسائر حرب ضخمة مع لبنان. نعم. أو غيره. شكرا لك. لذلك المسألة صراعية سيدتي على المستوى الإسرائيلي الداخلي أو بين إسرائيل والولايات المتحدة. نعم. إذن شكرا لك مدير مركز القدس للدراسات السياسية الأستاذ عريب أرنتاوي، شكرا لك.